في موضوعنا سريع الشيخ غريب سريع. مرحبا. هذا لا يحدث كل يوم، هذا لا يحدث في كل جولة، هذه النطة، هذه الفرحة. يا أخي شكرا. العفو العفو يا أخي شكرا. بس أبغى أعرف القدر اللي أخذت إيش تبغاه؟ فيه مقلقل لحم. طيب وين مديه؟ وكنت جوعان، قلت الشيخ يتعشى لحاله وكل حقوني الخاتمة اللي ما أكلت غير لقمتين. الله يكون بالعون. عندنا مشكلة يا شيخ مع أخوياك، راكان ما حلها الأسبوع اللي فات، تقدر تحلها؟ وش علمنا مشاكل وأنا حلال المشاكل؟ النام في البث والغياب على الفقرات وتغيير اللوكيشنات. راح تشوف شيء ما مر عليك. حاسبني على الكلام ذا، أنا لا تحدثت أنا ترى. أنا أبغى حاسبك، ما أبغى حاسبك على الحشي، أبغى حاسبك على الصلاة. أكتب ساعتك. إن صلوا. إيه؟ كلهم في وقتهم لك نقاط إضافية، غير 2500. غير 2500 وعد من تركي. ابشر بساعتك. ان اديت هذا الشيء يا عليان مع اخوياك انا اشيله جميل فوق راسي لنهايه البرنامج. ماني بعليان بمتعب ومنفع. كفو كالطيب. اقدح. انا راعي القدحه. سواليف يا رجل. عليان. سواليف قسم بالله سواليف. عليان. اسالم. والله ما يطيعونك والله. اسالم من سالم سالمين ان شاء الله. والله ما يطيعونك يا عليان، ولا انت يمكن نيتك طيبه. يطيعوني انا 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 معروف ان جسم واسم يا سالم. والله ما يطيعونك. انا معروف ان جسم واسم. ما يخالف، ما فيك قصور. إيه. بس ما يطيعينك. لا يطيعون معلم. اصحابي واخوياي معلاك بيقدروني. يا اخي ما شوف 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 الواحد شوف الناس صعب انك تلزمهم بشيء، وترى نفوس البشريه ادارتها صعبه. عندنا انت تفهم الكلام هذا، إدارة الرجال صعبة جدا، لذلك أنا ودي إنك تقول لي عليان أنا بأمرهم وبنصحهم، اللي بيطيع حبا وكرامة، اللي بيطيع على نفسه وخصم عليه. يا سالم. أما شيخ وتعطيني ذا المهمة ويصلون في الوقت ولا ينامون، صعبة. ما أقدر فيهم محمد عيسى، أقدر فيهم عليان. يا سالم. ما تجي يا أخي. يا سالم. أنت ما عندك خصم. يا سالم. سم. لا قلت بشيل ساعتك وحطيت يديني على خشمي أنا وفي. عليان. حي الله يا سالم. عليان. طيب انت ليش زعلان من الخصم الخفي؟ انا ايه انا والله اني مالك اللي يقولون صدره حجازي نوب يضيق، انا نوب يضيق على قولتهم. عليان وين كانت طفولتك فيها انت؟ والله اني شف انا كنت في نجد. اي وين؟ ثم عبت الحجاز، ثم جاني الامور اللي تخليني اعصب، ثم هالحين ابشرك بين هذه وهذه اوزن بينها نوب أزعل ونوب، والله وسيع بطاني وخاطري شمالي، والأمور تمشي نوب. فرحة عليان بالشيخة تدرس والله. هذه صراحة تشفع يعني أنا أحب الرجال اللي يعطي الحدث حقه، اللي يدرس عطى المناسبة. أصبر يا رجال. عطى المناسبة حقها، يعني فرحته أفرحتنا مع يا أخي. صدق أقسم بالله أني فرحت والجمهور فرح. رجال كان في الموعد. بعض الناس إذا جات الشيخة ترى هذا تعب الجمهور، ما هو يعني كان تحصيل حاصل، ولا إذا خذ رجع للقرية كان تحصيل حاصل. فهذه ترى مهب يعني جيد إنك ما تعطي الحدث حقه. لا والله، لا فرح واستانس وعيش اللحظة وعيشنا معك. لكن أنا مع عليان في أنه يعترض على الخصم الخفي، هو يسميه المدسوس، يقول المدسوس ده ويشوف. قلت له المدسوس في المدسوس ادري قصد الخصم الخفي. هو يا اخي الى متى وحنا كذا؟ ما حضر الصلاه حط 2000 1000، طلعنا فاصل حط 1000، خليه يعرف اللي عليه واللي له، عشان ايضا يزهم جمهوره يصوتون يحافظ في الفقرات. اما مساله الخصم الخفي انا ضدها، ومستحيل اذا قال متسابق ما خصمته علينا معه. نرجع للقضيه الاولى. شيخ القريه انت كيف جال شيخ القريه عشان تدري انه بي... الحماس من البدايه لين تتوجه النهايه. حقها كل شيء. كل شيء يا عليان. هلا هلا بريك. هلا حياك الله. مرحبا. كل شيء كل شيء، وانا اخوك له حق وله ثمن. كل شيء الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول من ياخذ سيفي. يلا ولكن بحقه. كل الصحابه يسالون وش حقي يا رسول الله؟ هنا الشيخ انت يا عليان، والله الظاهر انه فوادي وانت فوادي. والله العظيم، والله العظيم انكم فاهمين الدنيا غلط. صل على محمد. يا ابن الحلال ابهروا الناس يا ابن الحلال باللي عندكم. يا بريك. بالاشياء اللي عندكم، والله اني ما اطلب، انا واحد الناس، اني ما اطالبكم بشيء فوق طاقتكم. ابغاك تبهر الناس باللي عندك يا اخي.
باللي عندك ابهر الناس يا اخي. معقوله معقوله انتم مش قاعدين تسوون؟ وش ناقصك يا علي؟ وش ناقصكم؟ ناقصنا ناقصنا والله انك تصير متسابق عندنا ونعلمك الرياليتي وتحدث والنقض الحجه وتقديم الحجه. شفت خرب الشيخ يا وين ما طول يا وين ويله يا وين ويله بالله يا ولد انا بمشي ابريك ابريك يا ولد انا بمشي توحمني بعلمك انا خاطر الفقره هذه ابريك والله ما اقدر والله انك في مخباي ابريك عارك عارك لا والله العظيم يا اخي ما اصلح يا اخي ما العطر وجهي عارف شوف شوف يبلغ بريك طيب والله يا جماعه الخير اذا تسمحوا لي والله اذا تسمحوا لي انا اعتذر منكم على الفقره هذه لا 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 والله العظيم لا لا تقطع تعال خليه جبرك لا لا اقلع 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 اتعذر منك يا بنت العليان السلام عليكم خلاص انا خلاص فايت عليك معلش انا نعرفهم طيب اصبرهم على الخطا اعرفهم اليوم كان عندنا اربعه من النجوم من نجوم الواقع في البزنس ثلاثه تم ترشيحهم في منصة إكس على حساب قناة الواقع. من بكرة راح تتغير هذه الآلية، ما راح يكون في تصويت لأن الجمهور احنا هدفنا الجمهور دائما وأبدا. الجمهور طلب إنه ترجع نفس الفكرة القديمة وحنا بنسوي نفس الفكرة القديمة في الإحصائيات والتقارير. إحصائيات كم عدد جلست وش سويت وزي ما قلنا بداية الحلقة. اليوم دخل معنا أنس الميموني وركان السهلي وسلطان بن دويحس ومحمد الطوالة 5406 أصوات حصل نجم اليوم. قبل نجم اليوم ليه احنا انتهينا قبل نجم اليوم عندنا وكيل الجمهور وكيل الجمهور خلاص كيف كذا كيف حساب زي كذا كيف حساب ما في اي شيء كيف حساب زي كذا ياخذ وكيل الجمهور بدون اسم بدون شيء كيف صوره تعبيريه ياخذ نجم الجمهور مضيعين ياخذ كذا نجم الجمهور بدون 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 يوزر بدون يوزر نعم كيف ايش اقول اسم اقول صوره الصوره التعبيريه ما تجي كيف ما تجي يا شباب تركي ما تجي احسنت يا تركي اليوم تعجب